للمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك أستاذ رائد. طبعا نبدأ مع الخبر الذي تنتظره الأسواق هذا الأسبوع، وهو قراءة التضخم في الولايات المتحدة. توقعاتك لهذه القراءة، وكيف ستؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي؟ تماما، لعل ابرز ما ننتظره خلال تعاملات هذا الاسبوع هي بيانات التضخم في الولايات المتحده الامريكيه، ومعرفه اذا ما كان هناك حاجه الى ان يكون بقاء السياسه النقديه متشدده لفتره اطول مما كان متوقعا. حتى الان التوقعات تشير الى انه ممكن يكون في عندنا ارتفاع طفيف لنا بحوالي 0.1% على المستوى السنوي، وكذلك 0.2% القراءة المتوقعه على المستوى الشهري، يعني 3.2 على السنوي. ولكن التوقعات تشير إلى أنه أو معطيات الأسواق حتى الآن تظهر أنه التضخم باتجاهه نحو المستويات المستهدفة، ولا يوجد حاجة إلى الإبقاء على سياسة متشددة لفترة طويلة، وبالتالي الأسواق تحاول أن تسعر لنا مسبقا أن يكون في عندنا تقليصات لأسعار الفائدة في وقت قريب من خلال تعاملات هذا العام، ربما قد يسبق منتصف هذا العام قرار الخفض الأول. نعم، طيب على ذكر قرار الخفض الأول، ممكن هو سؤال تقليدي لكن رأيك يهمنا، كم تتوقع عدد المرات التي سيخفض فيها الفيدرالي الفائدة هذا العام؟ يعني ينضم الى البروجكشنز او التوقعات التي جاءت من اعضاء الفدرال الامريكي بامكانيه ان يكون هناك تقليص لاسعار الفائده 3 مرات خلال عام 2024، لكن لتحقيق ذلك وحتى يكون السوفت لاندنج مثل ما بنقول نحن انه الاقتصاد الامريكي دون الحاجه الى الدخول في الركود وبنفس الوقت التخارج من السياسه المتشدده، يجب ان يبدا هذا التقليص قبل منتصف العام 2024 حتى يكون هناك حوالي 3 تخفيضات متجانسه 25 نقطه أساس لكل مرة. نعم، طيب عام 2024 شكل تحدي ربما لأوبك خصوصا في الربع الأول، إنتاج عالي للولايات المتحدة، انخفاض في الطلب وأيضا فائض في المعروض، كيف تقرأ أسعار النفط؟ يعني ربما ما خلينا نقول اللي يوازن الكفة الأخرى هو التوترات الجيوسياسية الموجودة والمخاوف من القطاعات المستقبلية، وفي نفس الوقت الثقة بأن أوبيك بلس ربما تتدخل بتخفيضات إضافية أو تلتزم بتخفيضات إضافية خلال الربع الأول، ذلك قد يساهم بشكل أو بآخر لدعم أسعار النفط بشكل أكبر. لا أعتقد أنه ضغط أسعار النفط سيستمر لفترة طويلة في العام 2024، لأنه هناك أفاق تحسن طلب من قبل الصين إذا ما كان هناك تحفيز أكبر للاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر مستورد للنفط. نعم، أيضا هذا الأسبوع مهم بالنسبة للشركات، الشركات ستعلن عن نتائج أعمالها، وأيضا البنوك العالمية ستفتتح هذا الموسم يوم الجمعة القادم، فماذا نترقب للشركات المدرجة في وول ستريت، وكيف تأثرت أيضا البنوك خلال الفترة الماضية؟ نحن عم نتحدث عن بيانات نتائج الربع الرابع من العام الماضي، عام استثنائي وجيد جدا كان للمؤشرات الأمريكية. ناسداك كان له النصيب الأكبر، شركات التكنولوجيا ب 44% تقريبا حقق نمو، من المتوقع أن تساهم الأرباح هذه في تعزيز هذه النظرة الإيجابية للأسهم الأمريكية، لأنه أداء الاقتصاد الأمريكي حتى الآن أداء إيجابي، فلا أعتقد أن يكون إعلانات الأرباح أو النتائج باختلاف عن الأداء الذي كان في العام 2023، ولكن الأنظار تتجه أيضا إلى المستقبل، هل سوف يكون هناك تحفيز للاقتصاد من خلال أسعار فائدة أقل؟ نحن نعلم تماما أنه أسعار الفائدة المرتفعة يعني تضغط بشكل كبير على الأعمال التجارية وترفع تكاليف الاقتراض، بالتالي النتائج ممكن أن تأتي إيجابية، ولكن الأسواق ليست في الوضع الذي يتجاوب معها بشكل سريع. نعم، طيب عام 2024 هو عام الانتخابات السياسية، برأيك ما العوامل الأخرى التي ممكن أن تؤثر على الأسواق؟ نتحدث كما ذكرت عن الجانب السياسي الانتخابات وأيضا التوترات الجيوسياسية. تماما، هذان العاملان مهمان جدا وربما أن يشكلان يعني فارقة بالنسبة لتعاملات العام 2024. نحن نتحدث عن انتخابات الأمريكية مهمة جدا، سوف تكون لها تأثير كبير على متغيرات الأسواق، لأنه إذا جاء اليمين المتطرف ممكن يكون في عنا من الجمهوريين ممكن يكون في عنا ضغط أكبر في الأسواق، وربما تتأثر سلبا بعض القطاعات على صالح قطاعات أخرى، وأيضا التوترات الجيوسياسية، أي تصعيد محتمل سواء كان في أوكرانيا وروسيا أو سواء كان في الشرق الأوسط، ربما أيضا ذلك قد يصعد من التوترات
التوترات يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة بشكل أكبر ويعزز ارتفاعات الذهب بلا شك. طيب نتحدث بشكل مختصر عن الذهب المتألق في عام 2023، السيناريو المتوقع له. يعني ختموا ب 12 أو 13% ارتفاعات، من المتوقع أن يواصل ارتفاعات في الربع الأول من هذا العام، خصوصا أن الأسواق تسعر دولار أمريكي أقل وبالتالي ارتفاع في السلع وعلى رأسها الذهب. وفي نفس الوقت من المتوقع أن يكون في عندنا دعم من خلال التوترات وتوجه المستثمرين نحو ملاذات آمنة بشكل أكبر، وتكوين المحافظ الاستثمارية من الذهب أكبر بلا شك. فبالتالي 2100 دولار ربما تحدث في الربع الأول من هذا العام. فعلا أستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لنا.